بس بقى خلينا اكلم الدكتور. بقول ايه لحضرتك يا دكتور؟ قولي. انا جايه في عرض ربنا ثم في حضرتك، ووصفوا لي حضرتك ان انت اللي هتشفي لي الواد ده، عشان كل يوم عن يوم بيكبر وعنده سنه ونص ونازل كده، اعمل ايه فيه؟ ده عنده سنه ونص؟ ايوه. قولي لي يا حاجه، قول زوج حضرتك هل لونه اللون ده هو؟ لا، لونه رمادي. جوز حضرتك لونه رمادي؟ ايوه. امال الولد طلع بني لمين؟ كان النور مطفي. كان النور مطفي؟ اه. يا عينيا يا عينيا، حكمتك يا رب. اشتكي، قولي يا حاجه وبعدين؟ اعمل ايه فيه وانا عايزه شفاء من عند الله وثم حضرتك؟ ده لا يمكن يشفى ابدا، النوع ده لازم ترميه. ارميه؟ نعم. ارميه في اي حته؟ ده ترميه في الزباله يا ماما، ده ما ينفعش اطلاقا. يعني مرموش في التحرير؟ لا، ارميه في رابعه. في رابعه؟ ارضع بقى، جبت لنا الكلام. هو انت بترضعيه ايه؟ بديله ميه بسكر. ده ميه بسكر؟ اه. سكر بني؟ لا، سكر بابيض. سكر بابيض؟ اه. يا عيني عليك يا ابو السيد، اسمه ايه يا حبيبي؟ ده اسمه جمعه. جمعه؟ اه. جمعه؟ 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 هو ده الشفا؟ هو ده الشفا؟ الشفا يا جمعه؟ هو ده العلاج؟ هو ده العلاج يا جمعه؟ هو ده العلاج يا دكتور؟ هو ده العلاج، ولازم تغني له يا ماما. لا لا لا، جمعه. تهينا يا بلحه، دورنا عليك في المستشفى كلها يا بلحه. مستشفى؟ مستشفى ايه يا سافل؟ اهدى يا بلحه. بلحه؟ الحى يا بلحه. ده طلع مجنون. طلع مجنون. طلع مجنون. طلع مجنون. طلع مجنون. الله يخرب طلع مجنون. الله يخرب طلع مجنون. دي واكله ارنبيط. طلع مجنون. طلع مجنون. أنا في داخلي مارد. أوف، لازم أطلقه. أقدر أطلقه، راح أطلقه عشاني، عشان المستقبل والإنسانية. راح أطلق المارد، أنا قادر أني أطلقه. راح أطلق المارد في بيتي، راح أطلقه. أنا قادر، أنا قادر، أنا قادر. سلامات يا جار، شو اللي عليك؟ وشك؟ أطلقت المارد، أطلقت المارد، أنا قادر، أنا قادر. قادر؟ فعليك أنت والمارد حقك، صحيتني من النوم. الحين أنت وراء، ولا ما تصير رجال وتترك عنك هالخرابيط، تروح تدور لك وظيفة، تتوظف، وشحليلك تاخذ قرض من البنك. بعد ما تاخذ قرض من البنك تروح تتزوج. تتزوج وتقدم على العقاري، تجيب بيت. ليه صار عندك بيت؟ تجيب لك عيال، العيال يتربون على عينك، دخلهم مدارس أهلية، أهلية مو بحكومية، عشان ما يتعرضون للتحرش الجنسي. وتقعد تسدد في العقاري 25 سنة، وبعدها تقعد تسدد فواتير كهرب وجوال وشغالة وسواك وساهر، والحفريات عند بيتكم ما تبطل. اطلق المارد، اطلق المارد، اطلق الاخبار. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ازيك يا ريس؟ اهلا يا سيسي، عامل ايه؟ بصراحة يا ريس انا جايلك عاوز استشارة منك برضو يا ريس. استشارة ايه يا سيسي؟ الظاهر يا ريس ان في الانتخابات للجمهورية لمصر الجديدة محسوبك سيسي هيجي رئيس. عاوز استشارة نصيحة منك برضو يا ريس. بص يا سيسي، أهم حاجة في رئيس مصر الجديد الحفاظ على القوى العسكرية، دي عارفها كويس يا رئيس.
لا يا سيسي، أهم حاجة في ريس مصر الجديد المحافظة على المعاهدات مع الدول الأخرى، دي عارفها برضو كويس يا ريس. لا يا سيسي، أهم حاجة في ريس مصر الجديد الدستور، الحفاظ على الدستور يا ريس، دي عارفها برضو كويس. انت هتسيبني اتكلم ولا هتفضل تتكلم على طول؟ اتفضل يا ريس. بص يا سيسي، أهم حاجة في ريس مصر الجديد البدلة. البدلة؟ أيوة البدلة، لازم تكون على مقاسك بالضبط. كل البدل اللي عندي على مقاسي بالضبط. ما تبص يا ريس، الجاكيتة، البنطلون، والكرافتة برضه يا ريس. أنت بتتكلم عن إيه يا سيسي؟ عن بدلة الرئاسة يا ريس. بدلة الرئاسة برضه؟ بدلة الرئاسة برضه؟ أمال عن أي بدلة بتتكلم يا ريس؟ عن بدلة السجن يا سيسي. شوف أنا فين؟ شوف مرسي فين؟ ومن هنا ورايح كل ريس لمصر جديد هيشرف جوه الحديد. شكر يا ريس. رايح فين؟ رايح فين؟ خليك هناك، خليك، بلاش تفارق. انت بتعيط يا سيسي؟ دي حال ام الدنيا يا سيسي.